انتم الحلوة ديالنا. هانتوما الحلوه ديالنا قطعناها ودرناها في الكويغطات وزينتها بشويه ديال السكر ملون كما كتشوفوا، سهله. المقادير اللي غنحتاجو في الحلوه ديالنا، كنحتاج واحد المعلقه كبيره عامره ديال الجليكوز. هانتوما هاد الجليكوز صوبته في الدار، انا ديجا حطيت لكم الفيديو على القناه حيت هنايا انا عمرني ما شفتو في الطليان، صافي وليت تعلمته وكنوجدوه لراسي. خديت اللوز درته في المغليان، حيدت ليه الجلد وخليته حتى نشف لمده ديال يومين، حطيته على واحد المنديل في واحد اللاطه، خليته حتى نشف مزيان، طحنته مزيان. 400 غرام ديال هذا ديال اللوز، درت معاه 200 غرام ديال السكر سنيده، طحنته مزيان حتى ولا على هذا الشكل، ودرت معاه شويه ديال ماء الزهر ملي كنت كنطحنوه. صافي واحد المعلقه كبيره عامره ديال الزبده مارغرين، واحد الخنيشه ديال الفاني، الصفر ديال البيضه وحده، واللوز للتزيين. صافي هذا الشكل اللي كاين في المقادير. دابا غندوز للطريقه. كنديرو درت في بول العجينه ديال اللوز، كنديرو الزبده، قلنا المعلقه ديال الزبده، كنديرو الفاني، وغادي نديرو الجليكوز. هانتوما صوبتو غير في الدار، راه بحال هذاك اللي كيتباع البنات وساهل وكيتصوب في دقائق قليله. هانتوما ما كاينش الفرق ما بين هذاك اللي كيتباع وهذا، انا كما قلت لكم هنا في الطليان ما عمرني ما لقيتوش. الا كنتو يعني الا كانوا شي بنات عارفين فين كيتباع هنايا في الطليان يقولوها ليا. صافي غنديروا الصفر ديال البيضه، ها انتما سي سي صافي. كنعجنوا العجينه ديالنا حتى كيندمجوا لنا المقادير مع بعضهم، صافي نعاود نتلقاو. ها انتما جمعت العجينه ديالي، غادي نحربلوها. هانتوما حربلت العجينه ديالتي، كناخذوا داك البياض البيض اللي خلينا على الجنب كندهنوا به العجينه ديالتنا. قلبت العجينه ديالي، غادي ندهنوها من جوج جوايه كما كتشوفوا. كنقطعوا هذا الحربول، هذا كناخذوا البيستاش كنخويوه، كندوزو فيه هاد الحربول ديال هذا ديال اللوز. كناخذ واحد المعلقه ديال الخشب، كناخذ واحد المعلقه ديال الخشب، كنحطوها في الوسط بهذا الشكل هذا. صافي هانتوما كنحطوا الحلوه ديالنا في اللاطه اللي غادي تدخل الفران، كنشعلوا الفران 160 درجه كنخشوا فيها الحلوه ديالنا حتى يعني غير كتشمع شويه. صافي كنخرجوها وعاد غادي نزينوها. هانتوما الحلوه ديالنا، خديت واحد اللاطه فرشت فيها لاباطا الالمنيوم، دهنت لاباطا الالمنيوم بالزيت. صافي حطيت فيها الحلوه ديالي، كنشعل الفران 180 درجه كنخشيو الحلوه ديالنا، كنجعلوا عليها من التحت ومن الفوق حتى كتشمع وتشد في راسها. صافي نخرجوها، دابا غادي ندوزو باش نصوبوا الحشوه. واحد الكاسرونه درت جوج المعالق كبار عامرين ديال السكر، كنديروا جوج المعالق كبار عامرين ديال المربى ديال التوت كما كتشوفوا. غادي نديرو المعلقه كبيره عامره ديال الجليكوز، هانتوما، وغادي نديرو العصير ديال الحامضه، الحامضه كامله كنديرو العصير ديالها، وغادي نغليو هذا الخليط على العافيه كتكون مجهده كنقبلوه، ونبقاو نحركو حتى كيكتب الفقاعات في هذا المربى هذه، ونعاودو نتلقاو بعد ما طيب الحلوه ديالنا. ها
هانتوما الخليط ديالنا بقى كيغلى على العافيه، كتكون مجهده حتى كيكثروا الفقاعات. صافي كنطفيو عليه. صافي هانتوما الحلوه ديالنا خرجتها من الفران، هذه المربى ديالنا واجده. صافي مباشره كناخذوا المربى ديالنا كنحطوها في هذا الحفرات اللي درناهم بالمعلقه خشبيه.